السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله زي ما بنشتغل في أول رسمة من الرسومات اللي علينا، المفروض هنسلمه إن شاء الله يوم 22 أو حسب الوقت، وأول رسمة هتبقى رسمة موجودة في صفحة 70، وإن شاء الله هنحاول نرسم في الرسومات دي، هنحاول نمتع أكبر جزء ممكن من إمكانيات السوق اللي ممكن نستخدمه، تمام؟ وأول رسمة هنبدأ بيها الصفحة اللي فيها رقم 70، هنبدأ بالهنج بادي اللي هو جزء رقم 1، نختار مين؟ ماشي. هختار أول واحدة اللي هي البارت دي، وأضغط فين. أول حاجة هحدد لين، هسمع لين، لازم أحدد لين عشان ده أسمع لين. مثلا هنا اخترت فين، لو لاحظنا إن هي شكل هنا في تناسق، فاحنا هنستغل التناسق دوت بإننا هنرسم نص الرسمة وهنخلي السولو جوك ذات نفسه هو اللي يرسم النص التاني، وكده يبقى وفرنا في الوقت، ودي هتوفر معانا في الوقت إحنا شغالين إن شاء الله يعني. هنحدد الخط على اللي هو فيرتيكال وإنفينيتي لينث، تمام. هحط الخط هنا في الأوريجين وأثبت الخط اللي أنا حطيته وأبدأ أرسم حواليه، أختار سوليد لاين بقى عليه كده عشان أبدأ أشتغل، تمام. أول خط في المسافة 40، أختار كده بالبلاستيك وأرسم كده 25. بعد كده هطلع كده لو لاحظت مثلا انا عايز اعوج الخط الاول كده، الخط ده زياده معايا انا عايز اعوجه، بدل ما اضغط ضغطه واحده هضغط ضغطتين هيرجع لي الخط خالص كده، انا لغيت الخط. هثبت الخطوط اللي انا عملتها دي من هنا وهاجي اختار القوس على اساس هرسم القوس اللي فوق، تمام. هختار القوس اللي هو اول واحده على الشمال دي لان دي بتمكنني ان انا ارسم دايره كامله، وبعد كده هشيل منها الحاجات اللي انا عايزها. فهنا انا كده رسمت دايره اهو خطوات الماشين، لو لاحظت هلاقي ان في خط ازرق كده في النص دوت اللي هو عامل زي نص الكوكب، الخط الازرق دوت بيبقى بدايه الدايره، سواء كنت هبدا اقص منها او سواء اذا كنت هبدا اسيبها. بس يعني انا مثلا انا محتاج ربع الدايره اللي فوق على ايدي اليمين، ماشي. فهخلي الخط ان هبدا اشتغل من الخط كده، هثبت الدايره. لو لاحظت بص اهو هيبدا يشيل من النقطه اللي كنت واقف عليها، اه هيبدا يحط من النقطه اللي انا كنت واقف عليها. هرسم لغايه الخط ده كده، تمام. كده رسمت الارك ده، هرسم بينتين تحت دول، رسمت نص حاجة، رسمت نص حاجة، بقول معلومات تانية في نص سلطة، فتح الجديد، فتح سلطة بقول مثلا من النص دي، وأجي كده، وأجي كده، وأجي كده، حددت السلطة اللي أنت عندك، كده حددت السلطة في النص التاني. كده انا رسمت نص الشكل واخلي السولو جيبس يبدا يرسم من النص تاني، تمام. هختار هلاقي في حاجه في الجزء الفوق اهو اسمه مان، اضغط عليها وافتح لي، تمام. فهنا هو هختار الاجزاء اللي انا في المربع الاولاني اللي اول ما بقوله، هختار الاجزاء اللي انا عايز اعكسها، هبدا اختار بقى الخطوط اللي انا هعكسها. الاحظ الاقي ان الخط قبل ما احدده كان لونه ازرق، بعد ما احدده هلاقي لونه بقى لونه لون فاتح كده شويه، تمام. كده انا حددت الاجزاء اللي انا هعكسها، بعد كده هاجي في المربع اللي تحت واختار الخط اللي انا عايز اعكسه، كده هعكس خلاص. هلاحظ الاقي ان الرسمه بقى لونها اصفر، بقى لي بعد الخط لون اصفر، خلاص كده اوكي، تمام. كده انا ثبتت الرسمه، ما تيجي في السكتش، بعد كده هعمل الاكسكيوجن ده،
ماشي، انا عندي اللي يدفع بمبلغ تاني، اجي انا واقف محدد اللي يدفع او تاني، ادي اللي يدفع تاني، هضغط اوكي كده ثبت الجزء ده. بعد كده هبدا اسمع عليه، بعد كده النص هاجي هضغط على السطر ده، ده انا هبدا اسمع عليه واحدد له كاسكيتش عشان اعرف اسمع عليه. تمام، الفكرة مثلا هختار كود دي عشان اللي ورا كده، هختار سوليد لاين كده، كده تمام. كده كده وصلنا الشكل ده، وقفلنا الشكل. ممكن برضه نفس فكرة الميه، بدل ما ارسم لمع تاني هاجي مثلا هحط هنا كده من اوزن، هخليه كده عمودي مثلا بقوي ليه، واثبت الخط ماشي، واروح برضه اعمل مور، احدد الحاجات اللي عايز اعملها، اللي عايز احدثها، اديك كده الاربع حاجات. هنا برضه هحدد الخط ده، عمل ميل لفة اهو، عمل كده ماشي، هحدد هنا، هحدد كده هنا، هحدد هنا فين، اهو الطول هنا يبقى كام؟ اللي يدفع هنا يبقى ب 140، الجزء ده يبقى ب 140. كده أنا هحدد الجزء ده كسكتش عشان برضه هبدأ أرسم عليه، أجي هرسم برضه اللي هو أول واحدة على الشمال ماشي، وقاسم ده يكمل حد النقطة كده، وقاسم الكور وكده هثبت الكور وأجيب خط تحت الكور من تحت عشان يقدر يعمل له اكسكلوزي كده، هثبت الكور كده، رسمت الشكل اللي عايز أعمله اكسكلوزي. هلاقي ان هو عامل لي عكس الاتجاه اللي انا عايز اعمل فيها، هقف على السهم بتوعي بس هقف في الاتجاه التاني بطريقة سريعة اهو، تمام كده، وهقف في الاتجاه على نفس اللي عملته عليه من هنا، هدي السطح ده كسكتش وهدي الكل ده. لو لاحظت وجود مثلا ضغط على السلك ده كده هعمله كاسكتش، لو جيت دورت على السيرفس على السطح اللي انا حددته هلاقي ان النقطة اللي انا رسمت منها مثلا هضغط كده وامشي، هلاقي ان ظهر معايا السيرفر اللي انا كنت ارسم منه القوس، يعني مجرد ما هقف على القوس اللي فوق بما ان الدايرة ماتت دايرة ماتت دور القوس اللي فوق هو ماتت دايرة، مجرد ما اقف على القوس هيظهر لي المركز اللي انا رسمت منه القوس، المركز دوت راح ارسم ده اللي انا عايز ارسمها واحب الفوت بتاعها. يا سلام دايما، انا بقى مش لازم اعمل دايرتين، لان في حالة لما هاجي اعملها ستيريو كات
ماشي، ممكن من ضمن الخيارات المتاحة نعمل حاجة عند الجزء ده كده وأعمل سكريبت كات ثرو أول، بحيث لما أنا عملت ثرو أول معنى كده إن هو اللي هو لما يجي يقطع هيقطع هيمر كل الأجسام كلها، يعني بالرغم إن أنا سامح جزء واحد بس قطع هنا في الجزئين، لأن ثرو أول يعني بمعنى إن أنا أخلي القطع ده يعدي في كل الأجسام حتى لو قطعت في الجسم اللي هو مش موجود أول. بعد كده هبدأ أعمل في الفلوس بتاع الأسطح اللي هو الأكس تليفونة دي، كان ممكن أعملها وقت ما بلاش وقت ما بعملها سكتش تمام، بس لا أعملها ممكن أنفذها من خلال أي فيلم موجود. هاجي هنا أحدد السطح الأول تمام، وأجي في المربع تحت برضه أحدد السطح التاني، وأجي هنا وأحدد ال أحدد نص القطر اللي أنا عايز أعمل بيه الكون. اوكي كده عملت صوت المسافة كله برضه نفس الوضع حطها هنا وحطها ده كده السطح اللي تحت، حدد برضه المربع هو السطح الأول، نقط، هنا هحدد السطح التاني، تمام، لو كان بقى فيه تحدده ولا لأ كده، كده حددت السطحين، هحدد هنا نص القطر اللي أنا كنت عايز أعمله، فهنا هيبقى 14، تمام كده، خلاص عندك. مسحت فودي هنعمل هنا برضه أحدد أول سطح وأحدده هنا، أحدد السطح التاني هو كان فيه النص اللي داخل نص قطعة بنص 14 تمام كده، أبقى عملت أول جزء من الرسمة اللي هو الهنج برضه تمام كده.